أرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من ماشية الصحافة التي نسلط الضوء فيها على أبرز ما تناولته الصحف المحلية في الذكرى الرابعة لتولي حضرة صاحب السمو لحصول حضرة صاحب السمو على لقب قائد العمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني، بالإضافة إلى ما تناولته الصحف الدولية والعالمية. تنضم إلينا خلال هذه الحلقة مراسل تلفزيون دولة الكويت إيمان دمرهان لتطلعنا على أبرز ما تناولته الصحف التركية لهذا اليوم، ويرافقنا في الاستديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عصام الفليج. أرحب بك معنا دكتور عصام. أهلا وسهلا، أهلا بك. ومشاهدينا نبدأ بأبرز العناوين المحلية بعد هذا الفاصل. نستهل جولتنا من الصحافة المحلية ونقرأ هذا العنوان التمهيدي من غلاف صحيفة الأنباء الذكرى الرابعة لتكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني، وأرفدته بعنوان الرئيس الإنسانية تحتفي بقائدها. تحت هذا العنوان ذكرت الأنباء أنه لم يغب لحظة عن الشعب الكويتي منح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب قائد العمل الإنساني وتكريم الكويت بتسميتها مركزا للعمل الإنساني التي تمر ذكرها اليوم، فهو يفتخر بذلك أمام شعوب العالم. وأضافت الأنباء أن سمو الأمير أسس دعائم دبلوماسية للعمل الإنساني المثمر، إذ أتى هذا التكريم الأممي الأبرز من نوعه تقديرا وعرفانا بالدور الإنساني المهم الذي جبلت عليه الكويت وسمو أمير البلاد في دعم مسيرة العمل الإنساني والخيري الممتدة إلى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة. صحيفة الرأي أيضا أشارت إلى أنه بحلول الذكرى الرابعة لتكريم الأمم المتحدة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني، والتي تصادف اليوم يتجدد العهد للقيم والمبادئ الكويتية والدور الإنساني الرائد للبلاد بتقديم المساعدات ومد الأيادي البيضاء لكل محتاج حول العالم. ولا شك أن الجهود الهائلة التي تبذلها الكويت بتوجيهات من سمو الأمير في الجانب الإنساني والإغاثي حول العالم عبر إغاثة المنكوبين في حالة الكوارث الطبيعية والنكبات أو من صنع الإنسان والحروب والمجاعات وإيواء وإعانة المتضررين أصبحت محط إعجاب وتقدير العالم كله، ولا يمكن حصر مجالات العمل الخيري والإنساني الكويتي وما قدمته الكويت من مشاريع ومبادرات إنسانية وإنمائية وتعليمية وتدريبية بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية والجوع والفقر وصولا إلى إعلاء شأن الإنسان وفتح الطريق أمام التقدم والتنمية. دكتور عصام، يعني اهتمام على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي بذكرى عزيزة على الكويت، ذكرى نيل حضرة صاحب السمو لقب قائد العمل الإنساني والكويت مركز للعمل الإنساني، إلى أي مدى يدل ذلك على استمرار النهج الإنساني للكويت دولة وأميرا وشعبا؟ طبعا دولة الكويت منذ بدايتها حقا جبلت عمل الخيري، وانتشر أعمالها الخيرية منذ أكثر من 200 سنة، ولذلك نجد لهم آثار موجودة في الهند وفي أندونيسيا وفي شرق أفريقيا. هذه الجبلة الموجودة عندها الكويت تطورت مع الوقت وأصبحت مؤسسات وعمل مؤسسي وجمعيات خيرية وجمعيات نفع عام، وبالتالي تم مؤسسة هذا العمل وتنظيمه بشكل إيجابي، وأصبح عمل دولي بدل ما كان عمل محصور في بعض الأماكن، أصبح عمل دولي وأصبح لنا ارتباط مع المؤسسات الدولية العالمية بما فيها طبعا على رأس الأمم المتحدة. هذه الأعمال أيضا تدعمها الحكومة بشكل كبير جدا من خلال مؤسسات مثل الصندوق الكويتي للتنمية. طبعا الجمعيات قد تتعامل بملايين، لكن صندوق الكويت التنمية ووزارة المالية والخارجية وغيرها تتعامل بالمليارات، وهذه الانتشار الكبير أوجد اسم كبير لدولة الكويت في أكثر من 110 دولة في العالم على مستوى القارات كلها، وهذا رسخ دور الكويت كجانب في عطاء في إنتاج يهتم في الإنسان وليس فقط بعملية تسليم المال أو تسليم الإغاثة فقط، إنما بناء الإنسان، التنمية، الأهداف المستدامة الموجودة في الأمم المتحدة، هناك 17 هدف من الأهداف المستدامة المتفق عليها تطبقها دولة الكويت، وبالتالي هذا أعطاها مزيد من التأكيد على أنها فعلا قادرة على إدارة العمل الخيري وقيادة العمل الإنساني على مستوى العالم. نعم، إذا ما تحدثنا دكتور يعني عن المبادرات الإنسانية لحضرة صاحب السمو، وأيضا إذا ما تحدثنا عن مؤتمرات المانحين، ومنذ تولي حضرة صاحب السمو
لسدة الحكم في عام 2006. نعم. طبعا هناك عدة مبادرات من سمو الأمير حفظه الله، ويدل على إنسانية كبيرة جدا. كما ينقل لي يعني احد الاخوه ان هذه المبادرات احيانا تتم خارج النطاق الرسمي في طلب دعم بعض الدول، يظن البعض انه فقط امام الكاميرات، لكن حقيقه حتى خلف الكاميرات هناك مبادرات كثيره ودعم كثير لسمو الامير. من اهم هذه المبادرات المبادره الاولى لاغاثه ومساعده اللاجئين السوريين في الخارج وفي الداخل أيضا، وكان المؤتمر الأول مؤتمر المانحين الأول، ثم المؤتمر المانحين الثاني والثالث، فهناك استضافة لثلاث مؤتمرات مانحين، والرابع في بريطانيا، والرابع كان في بريطانيا، وأيضا برعاية بريطانيا كويتية ألمانية مشتركة. نعم. وهناك مؤتمر أيضا المانحين لشرق السودان، ومؤتمر المانحين للصومال مساعدة أيضا الصومال، والمؤتمر الخاص في اليمن، إضافة إلى المبادرات المتعددة لإغاثة روهينجا اللاجئين والهاربين من جحيم الماينمار، موجود الجيش المينماري، وبالتالي هناك مبادرات دولية كبيرة جدا. أيضا مؤتمر غزة في عام 2014، إضافة نعم إلى مؤتمر غزة اللي كان حقا فيه إضافة كبيرة جدا للعمل الإنساني على مستوى العالم. نعم. فيما يتعلق أيضا بمؤتمر إعادة مؤتمر الكويت لإعادة أعمار العراق، في آخر مؤتمر كان مؤتمر إعادة أعمار العراق، واللي شاركت فيه أيضا المؤسسات الخيرية كلها، وبطلب ودعم من سمو الأمير بأن الكل يشارك في هذا الإعمار. وإضافة إلى يمكن تكلمنا عنها في حلقات سابقة، الأجهزة اللي أرسلت مؤخرا إلى العراق من أجهزة كهرباء وتنقية المياه وغيرها. فالمبادرات متعددة لا تقف ولا تنتهي، سواء كانت مبادرات كبيرة من مؤتمرات وملتقيات إلى مبادرة صغيرة من إرسال مساعدات بشكل دائم. نعم. في خبر آخر، الغنم سياسة التدخل الإنساني لسمو الأمير، منهج سياسي. تحت هذا العنوان أوردت القبس تأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغنم سياسة التدخل الإنساني والإغاثي في مناطق الصراع، والتي رسخها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر في منهج سياسي وخيار استراتيجي، وليست ردة فعل عابرة اقتضتها الظروف والمتغيرات السياسية. ونقلت القبس عن الغانم قوله إن سمو الأمير أخذ بالتوجه الكويتي الراسخ منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، والقاضي بتقديم المساعدات الإغاثية في مناطق الصراع والكوارث الطبيعية، خطوات إلى الأمام عبر تدشين سياسة التدخل الإنساني القاضية بتبني حملات دولية تستهدف تسليط الضوء على ملف ما وإخضاعه لاهتمام المجتمع الدولي. صحيفة الجريدة تناولت قول وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد الجبري، إن منح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لقب قائد للعمل الإنساني، تكريم مستحق لتاريخ البلاد الإنساني. أيضا نقرأ في صحيفة الكويتية تأكيد رئيس المجلس البلدي أن الكويت أصبحت بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نبراسا للعمل الإنساني، حيث توسع نشاطها الخيري مع تولي سموه مقاليد الحكم. أيضا نقلت صحيفة الوسط قول المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ، إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سطر تاريخا ناصعا البياض من العمل الدبلوماسي والتنموي الإنساني الرفيع على مدى 55 عاما حافلة بالعديد من المحطات التاريخية. وأضاف الشيخ أن أعمال وإنجازات وبصمات سموه محليا وأقليميا وعالميا تسمو عن أي ألقاب، مهنئا سموه بهذه المناسبة. وأكد أن الكويت كانت ولا تزال تقوم بدور بارز في تأصيل وترسيخ قيم احترام حقوق الإنسان وحسن الجوار وتحقيق السلم والأمن من خلال الحوار الدبلوماسي ودبلوماسية التنمية. دكتور، فيما يتعلق بدلالات هذا التصريح، هي تصريحات أممية نعتبرها؟ طبعا هو ليس التصريح الأول ولا وإن شاء الله ليس الأخير، هناك عدة تصريحات سابقة من مسؤولين أمميين أكدوا أن دولة الكويت دولة متميزة في عطائها. سمو الأمير طبعا هو عميد السلك الدبلوماسي لمدة 40 سنة، وكما يسمى شيخ الدبلوماسية وحكيم زعماء العرب، وهذه الصفة الدولية الموجودة عنده في الحكمة والعطاء
تدل على يعني الناس عندها قناعه حقيقيه وعمليه بان هناك تنفيذ لكثير من المبادرات وليس عمليه شكليه. الكويت تمتعت بشيء مهم جدا لابد ان نذكره، وان هذه العطاءات تلتزم فيها 100%. فالكويت عندما تقول انا اتبرع ب 100 مليون فهي تدفع ال 100 مليون كامله. هناك كثير من الدول عندما تقول هذا المبلغ تخصم منها نسب كثيره من التذاكر والاعمال الاداريه والرواتب وكذا، فلا يصفو الا يمكن 50% من باقي التبرع. انما الكويت تلتزم بالكامل بهذا المبلغ. هذا يدل على الصفه الدوليه والسمعه الدوليه الايجابيه لدوله الكويت ولسمو الامير شخصيا لدوره في العمل الإنساني على مستوى العالم. نعم، هذه التصريحات على المستوى الأممي. إذا ما تحدثنا على مستوى مجلس الأمن، أيضا الكويت في مجلس الأمن هي مستمرة في النهج، نهج العمل الإنساني. الكويت من خلال مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن وأيضا من خلال ترأسها لمجلس الأمن في فبراير الماضي، أيضا كان لها دور في ترسيخ العمل الإنساني. حدثنا عن بعض المحطات حول ذلك. طبعا هذه محطة تاريخية حقا لا بد أن تذكر، بأن الكويت تترأس دورة لمجلس الأمن وكان لها دور حقا في كثير من القضايا، منها الجلسات العاجلة والاستثنائية لقضايا غصب غزة، لقضايا قصف السوريين. كل هذه الأمور حقا كان للكويت دور كبير جدا بالتعاون مع بعض الدول مثل السويد وغيرها في محاولة لإيقاف الإجرام الصهيوني في فلسطين وللقصف العشوائي والإجرامي في الشام بشكل عام، ولعل الآن إدلب تعيش مأساة حالية. هي اقترحت وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما. نعم. بالتعاون مع السويد. وبالتالي هو محاولة حقا دائما مستمرة ومبادرات دائمة من دولة الكويت في إيقاف هذه النزاعات، إيقاف هذه الحروب، حتى قضية اليمن وغيرها تحاول دائما أن توفق بين الأطراف ويكون لها دور في إيقاف هذه الحروب على الأقل كجانب إنساني لإدخال المؤن، لإدخال الإغاثات حتى الناس على الأقل تعيش شوي. حتى استوفت يعني المبالغ مما يقدر ب 250 مليون دولار، كان ذلك عبر جلساتها في مجلس الأمن. أيضا قادت حملة إلى بنغلاديش للوقوف على وضع الروهانجيا، مسلمي الروهانجيا في بنغلاديش وميانمار. أيضا في خبر آخر، مساعدات الكويت أمل يتجدد في نفوس المحتاجين حول العالم. تحت هذا العنوان قالت الصباح أنه بخطوات استباقية وصلت الكويت دعمها لمبادرات ومشاريع إنسانية عديدة انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بالتزامن مع إحياء ذكرى تكريم الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومنحه لقب قائد العمل الإنساني. وكتب الصباح أن تكريم الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014 للكويت بأنها مركز للعمل الإنساني، وأن سمو الأمير قائد للعمل الإنساني جاء تأكيدا على دور الكويت أو الدور الإيجابي الرائد الذي تقوم به الكويت في المجال الإنساني. دكتور، مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار أيضا يعني سلط الضوء على هذه النقطة ونشر إصدارا بهذه المناسبة دور الكويت في العمل الإنساني وأيضا قائد العمل الإنساني. نعم. كان لك مشاركة في ذلك. نعم طبعا، هذه الصحيفة أو هذا المركز اللي أصدرها الصحيفة يعتبر المراكز المتميزة في دولة الكويت، ولعله أول مركز تخصصي في توثيق العمل الإنساني في دولة الكويت. نعم. وأوضح في هذا العدد أو إصدار خاص دور سمو الأمير عبر سنوات طويلة من الأعمال والمبادرات والمؤتمرات التي كانت تقوم فيها دولة الكويت سواء داخل الكويت أو خارجها، وقدم كثير من الأمثلة والنماذج لسمو الأمير، وأيضا أعطى مسميات لحكام الكويت السابقين. نعم. مثل جابر العيش وجابر العثرات وجابر الخير. هذه المسميات ما جاءت من فراغ، جاءت من تاريخ حافل بالعمل الخيري الكويتي. فالأسرة الحاكمة أسرة خير وأسرة بركة، ولذلك سمو الأمير حاز على هذا المسمى وحاز على قبول شعبي كبير جدا من كونه قائد عمل إنساني. وهذه الصحيفة فنار استطاعت أن توثق تاريخ سمو الأمير في العمل الخيري والعمل الإنساني الكويتي. نعم، أيضا الجالية الهندية كان لها توزيع أصدار فيما يتعلق بهذه المناسبة. نعم، حقا كان لي لقاء مع الأخوة في الجالية الهنود المسلمين في دولة الكويت، وحبا في سمو الأمير
ودوره الإنساني في المساعدة والإغاثة. قدموا هذا الإصدار خاص بسمو الأمير، ذكروا فيه تاريخ تفصيلي باللغة الأردو لكل تاريخ سمو الأمير، بداياته، بداية حكمه، أعمال الخيرية، أعمال الإنسانية، المبادرات اللي قام فيها، كل الأشياء اللي قامت فيها دولة الكويت من أعمال إنسانية وثقوها في هذا الإصدار تعبيرا وامتنانا لسمو الأمير، بالإضافة إلى تهنئة موجودة في الصفحة الأخيرة باللغة العربية، هي العدد كله بالأردو موجودة باللغة العربية، تهنئة لسمو الأمير بهذه الذكرى. وهذا العدد راح يوزع على المسؤولين في الهند كنوع من تبيان دور دولة الكويت بلغة الأردو، راح يوزع هناك تبيان دولة الكويت في دعم العمل الخيري الإنساني في العالم كله. نعم، في أيضا سياق آخر تناولت صحيفة الشهد تأكيد رئيس مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية عبد العزيز البابطين التزام المؤسسة بالعمل على تعزيز ثقافة السلام العادل امتثالا لخطى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالدعم الدائم للسلام في كل أنحاء العالم. وأشارت الشهد أن ذلك جاء في كلمة ألقاها البابطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شرح خلالها المقررات التي وضعتها المؤسسة لتدريس مناهج السلام في مختلف المراحل الدراسية حول العالم. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل. ننتقل الآن مشاهدينا إلى إسطنبول، وتنضم إلينا من هناك مراسلة تلفزيون دولة الكويت إيمان دمرهان لتطلعنا على أبرز ما تناولته الصحف التركية لهذا الصباح. إليك إيمان. صباح الخير علا. طبعا مسألة إدلب ونتائج قمة طهران الثلاثية للدول الضامنة لا زالت هي الشغل الشاغل لتركيا سياسة وصحافة. نبدأ مع صحيفة تركيا التي وضعت عنوان إردوان يحسم أمره بعد عودته من قمة طهران، لا مجال للتفاوض مع الأسد، لافتة إلى أن الرئيس إردوان استبعد بالكامل أي لقاءات مع النظام السوري مقابل تأكيده على تمسك بلادي بالحل السياسي دون العسكري، فيما أشار إلى أن أهم مخرجات قمة طهران تمثلت بالاتفاق على استمرار الهدنة. ننتقل إلى صحيفة ياني شفق التي نقلت في عنوانها الرئيسي تصريحات إردوان الذي قال لدينا خطة أخرى، مشيرا إلى أن تركيا لن تبقى بموقع المتفرج في أحداث إدلب وبأن لديهم خطة أخرى يتم مناقشتها بين وزارتي الخارجية والدفاع والاستخبارات التركية والروسية، مشيرا إلى أنه سيلتقي مجددا مع الرئيس بوتين لمناقشة ملف إدلب بعد زيارته لألمانيا نهاية الشهر الجاري. كما أكد أيضا على أن أي حل في إدلب يجب أن يتوافق أولا مع روح الستانة. أخيرا مع صحيفة صباح التي وضعت عنوان الولايات المتحدة تغذي الإرهاب في سوريا، ناقلة عن الرئيس إردوان قوله أن واشنطن لم تلتزم بأي من العهود التي قطعتها في سوريا وهي تغذي المنظمات الكردية الانفصالية بأموال النفط وتزودهم بالسلاح وتستخدمه كأدوات لها، مؤكدا أن تركيا والولايات المتحدة لا يقفان في نفس الجبهة في إدلب، إذ بينما تدعم تركيا تجريد المنظمات الإرهابية من السلاح الولايات المتحدة تفعل العكس تماما. نعم إيمان، فيما يتعلق بموضوع إدلب بعد قمة طهران تباينت المواقف ما بين تركيا وما بين روسيا وإيران. الرئيس أردوغان طلب هدنة، طلب الحل السياسي، لكن بالأمس الطائرات الروسية كانت تقصف في جنوب إدلب، فبالتالي يعني هو ضرب بعرض الحائط كلام الرئيس أردوغان وبدأت العمليات العسكرية في إدلب، فبالتالي كيف كانت ردود الفعل السياسية في تركيا حول هذا الموضوع؟ طبعا يعني هذه الهدنة ربما هي النجاح الوحيد الذي خرج من القمة الثلاثية في طهران بحسب الرئيس إردوان، الذي قال أنه خلال محادثته الثنائية مع الرئيس بوتين في القمة الثلاثية تمكن من انتزاع تعهد منه بالهدنة. وإيران أيضا على الرغم من وقوفها إلى جانب روسيا في مسألة سيطرة النظام على إدلب إلا أنها وافقت أيضا على الهدنة، يعني ما أثلج الصدور قليلا باستبعاد العمل العسكري على
أقل مدة معينة. بالنسبة للغارات الروسية علا هي بدأت قبل القمة واستمرت أثناءها ولا زالت إلى الآن، لكنها تبقى محصورة في مواقع معينة بحجة استبعاد وتحييد ما تصفهم روسيا بالمنظمات الإرهابية، وأيضا لتوجيه رسالة بأن الحسم في ملف إدلب قادم سواء كان عسكريا أو سياسيا، يعني من خلال إتاحة مزيد من الوقت لتركيا. شكرا. للتفاوض مع المنظمات التي توصف بالإرهابية والتي ترفض تسليم أسلحتها. إيمان دمرهان مراسل تلفزيون دولة الكويت كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا نستكمل ما تبقى من الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل. من أعمدة النهار اللبنانية وفيها علق راجح الخوري على القمة الكويتية الأمريكية، يقول عمر العلاقات الممتازة بين الولايات المتحدة والكويت 104 أعوام، وقد تعاملت واشنطن مع الكويت دائما ليس كشريك منتج للنفط بل كشريك منتج للدبلوماسية والتفاهم وصانع للوئام على المستويين الإقليمي. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. الكاريكاتير اخترناه من صحيفة الجزيرة السعودية، ولك التعليق على الكاريكاتير. هذا يعني الخروج من الأزمات أصبح شيء صعب جدا، وهناك عوائق كثيرة حقيقة تعيق الخروج إلى باب السلام. مخرج الطوارئ مغلق ونحتاج إلى معجزة إلهية للخروج من هذه المآزق الدولية وعلى رأسها إدلب وما يحصل في الشام وفي غزة. نعم، إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عصام الفليج على تواجده معنا، وأشكركم على كرم المتابعة. في أمان الله.